شغل ايه اللي انت عايزاه يا حياه؟ الست ربنا خلقها بهيئتها الناعمه دي علشان تبقى سكن لجوزها وحارس على اولادها، مش تتمرمط في الشغل ويبقى ليها مدير يقول لها روحي وتعالي. قولها يا سميحه. شور يا حبيبي، طبعا عين العقل، كل اللي بتقوله صح. ما هو عشان عارف انك هتقولي كده قال لي اجي اخد رايك. طبعا حاطط في بطنه بطيخه صيفي. بغض النظر عن رأي أخوكي ولا بطخة جوزك، أنت برضو غلطانة يا حياة. ما كانش ينفع تطلبيها منه دلوقتي. يا حاج، ما أنا بطلبها منه من يوم ما اتجوزنا. يا بنتي أقل كنت تستنى عليه شوية تكون حكاية القضية دي بردت، عشان جوزك ما يحسبهاش غلط ويفتكر إنك عايزة تساعديه وتقف جنبه عشان ما يضعفش قصاد حد. الله، وهو ليه يحسبها كده؟ ما احنا خلصنا الكلام ده بقى من زمان. وبعدين انا اكدت له مليون مره اني راضيه بعيشتي معاه. ما تاخذنيش يا حياه، اللي قلتيه باليمين لحسيه اختي بالشمال. الله عليك يا راسي. روح يا شيخه، ربنا يفتحها عليك. شايفه الكلام الموزون؟ واسكيوز ميه بقى يا حياه، الواحده يا حبيبتي ما لهاش غير رضا جوزها، مش كده يا حق؟ ايه الحلاوه دي؟ تعالى سمع. الله، فين كلامك بقى يا واعظ؟ ما تلم نفسك يا واد، انت فاهم انهم مالهمش كبير ولا ايه؟ سيبه يا بالحاج، خليه يتريق براحته. والله العظيم ما بتريق، انا متاكد 100% ان الكلام اللي فيه الشفا هيطلع منك انت وبما يرضي الله. ونعم بالله يا حاج، انا كل اللي اقدر اقوله ربنا يهدي النفوس ويصلح الحال. شفت انا عارف بقولك الكلام الصح هيطلع من هنا. الحمد لله انا راجل محظوظ. الله، جرى ايه يا فواز؟ ما تركز معايا شويه. بقول لك يا اخويا، انا من ساعه ما اتكلمت معاه هو قالب وشه ومش طايق البيت، وانا بقى بصراحه تعبت من المناهده والطبطبه. المناهده والطبطبه من واحده لجوزها مش حمل يا بنتي، ده حق وواجب ربنا هيسالك عليه. وبعدين يا بنتي يا قبله، خديه بالمسايس هتلاقيه بيلين كده زي العجين. وانت ناويه تشتغلي ايه يا حياه؟ يا اختي اي حاجه، المهم بس اتنفس. اتنفس؟ خدي يا اختي عيالك على كتفك وجوزك في دراعك، وروحي اجدع جنينه فيك يا مصر، وتنفسي براحتك وشيلي من دماغك هبل الشغل ده. طبعا، وانا هاخد منك حق ولا باطل؟ يا اختي انت غاويه وجع قلب والسلام. افضل حاجه للست انها تقعد وتتستت في بيتها. الله اكبر، الله يفتح عليك يا هدى. يا حاج، الحاج فين؟ الحاج اهو يا ضبش اهو. ايوه يا حاج، الاستاذ مرسي مستنيك. يلا انا رايح له حالا اهو. رايح فين يا فواز؟ مش تقولي الاول اعمل ايه؟ بطلي زن بقى يا حياه، اهمادي شويه لا يطفش منك. يلا قول له يغطي راسه، في راجل غريب في الجنينه. شايف يابا بيقول ايه؟ سيبك من اخوكي، انا رميت طوبته، انا هقعد مع جوزك وافهم منه. ما تغطي راسك انت الاخرى. ازيك يا مرسي؟ ازيك يا حاج؟ كمل الشاي. ماشي يا حاج. ايه خير يا حاج، مالك؟ مفيش، انا قلت اريح النهارده شويه. انت عارف الواحد ساعات بيحن لقعده البيت، بس شويه كده وهنزل انا وابويا. طيب بعد اذنك بقى يا حاج، يا ريت تمضينا على شويه الورق دول بتقعدي في يوم الخميس. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد اذن اقطع كلامك يا حاج، انا لقيت مدرسه في حته كويسه قوي. حلو. وممكن كمان نخش بنسبة معقولة جدا. مش حلو، لأن أنا مش عايز حكاية النسبة دي، أنا عايز المدرسة من بابها. من بابها؟ ده معناه بقى بنا حج وأرض وتراخيص ووقت، لكن النسبة دي إحنا ممكن نتحكم فيها وممكن نخليها بالشكل اللي إحنا عايزينه. لا، أنا عايزها من بابها. اللي تشوفه يا حج. ولا تسمم ولا أي حاجة يا سيدي. أمال إيه بس؟ تحت في المستشفى ادوا حقنا وطلبوا مننا اننا نعمل شويه تحاليل، عشان كده قلت اجي لحضرتك عشان تطمنا. التحاليل والكشف على المدام بيقول انها حامل وفي شهرها الثاني. حامل؟ حامل من مين؟ افندم؟ لا لا لا، مش قصدي، مش فاهم. بيقول لك حامل يا سي شاهين. مبروك يا استاذ. كان نفسي اما اخيرها بيني وبين ابوها اختارني انا.
انما للاسف اختارت ابوها. واحنا مش هنخلص من الحكايه دي بقى. معلش يا حاج استحملني، الحكايه لسه طازه وما بردتش. طب بقول لك ايه، انت مش كنت قلت لي يعني ما عاوز اتكلم معاك زي الصحاب كده يعني ابقى اتكلم؟ اه طبعا، ولا عند وقتي، سرك كبير. اصل في حكايه كده حاصله يعني، بس مش عارف اجيبها لك ازاي. حكايه ايه دي؟ شكلها جامده قوي اللي واقفه في زورك. بقول لك ايه يا غالي، انت ما تصعبهاش عليا انت كمان. خلاص انا هسكت خالص. انا اصل من مده كده شفت واحدة يعني. حلو قوي الكلام ده، ايوه كده بقى، انضم الفريق المحترفين. ولا انت مش قلت هتحط لسانك جوه بقك؟ اهو اهو اهو. اصل انا يا ابني كبرت والواحدة مفيش امر منها، وحياة اختك مسكينة مش هتنفع ما بيني وما بين بيتها، وانا بصراحة ربنا نفسي اريحها. ريحها؟ رياحة هي برضو بعدها لك يا انت ما تتلم، خليني اقولك الكلمتين. ما هو الكلمتين باينين، انت عايز تتجوز حاج منعم. لا 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 لا، مش انا لسه يعني زي ما تقول بفكر، مش اصل بلا اصل بلا فصل. الحكاية واضحة زي الشمس، وطالما بحلال ربنا انا ابنك قبل لك الشربات كمان. اصلها بيني وبينك يعني بنت غلبانة ومنكسرة وبتجري على اخواتها. قوم بينا يا حاج. عارف ايه؟ مش عارف عنوان بيتها؟ ايوه عارفه، انما ليه؟ نروح نقرا الفاتحه ونتفق. ايوه انا اصلا اتفقت معاها ان احنا هنعدي عليهم يوم الجمعه. يوم الجمعه؟ خير البر عاجله يا حاج، وطالما بما يرضي الله يبقى على البركه. يلا بينا. يلا بينا يا حاج. طيب يلا بينا. طيب وصلوا. انا عارفه هو مستعجل على ايه، المفروض كان يجي يوم الجمعه. يا بنتي اهو خالك بره وهيقابلهم، وانت شهري شويه على ما اعمل لهم حاجه يشربوها. قال يا خبر بفلوس كمان شويه وقبلاش. انتوا قاعدين هنا تسايروا وسايبين الناس قاعدين بره؟ الحاج بنعم الصياد والحاج فواز الصياد، عرفتيهم منين يا بنت اختي؟ انت تعرفهم كويس يا اخويا؟ اللي اعرفهم في حد في الدنيا ما يعرفش عيلة الصياد. عيلة الصياد دي اعلاناتها مغرقه الدنيا، عارفه اصلا الناس دي من المنطقه من هنا. بقولك ايه يا خالي، خليك قاعد معاهم لحد ما اطلع. ربنا يجعلنا من مجاوريهم، وعلى راي المثل من جور السعيد يسعد، وهو برضه كله ينفع. خليك تتجنن يا بنتي،